السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا، معاكم أخصائية مكافحة عدوى أشواق شويقي. بداية الدورة راح نبدأ بكيفية تقييم برنامج مكافحة العدوى. التقييم راح يكون مبني على عدة معايير. المعيار الأول من مهام البرنامج الإشراف على حصر وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى اللازم لتطبيق البرنامج بالمنشأة. يتم تقييم هذا المعيار عن طريق المستندات وعن طريق سؤال مسؤول مكافحة العدوى. المستندات يكون في ملف بالمستلزمات المطلوبة يحوي تاريخ الطلب ومقدم الطلب. المستلزمات المطلوبة مثل نظافة الأيدي، على سبيل المثال الجل الكحولي والصابون ومناديل التجفيف الورقية، أو الواقيات الشخصية كالكمام الجراحي والكمام التنفسي عالي الكفاءة أو مريول العزل الطبي، أو مطهرات البيئة الخاصة بالأجهزة الطبية والأسطح المقاربة للمريض ومواد خاصة لتطهير الأرضيات. جميع المطهرات البيئة تستخدم على حسب توصيات المصنع. طريقة استخدامها على حسب توصيات المصنع. أيضا عندنا النفايات الطبية مثل الحاويات الأدوات الحادة. كذلك يوفر قسم مكافحة العدوى لوحات إرشادية بكيفية لبس وخلع مستلزمات الوقاية الشخصية، وكذلك على طريقة تطهير الأيدي بطريقة صحيحة ودورات تدريبية لذلك. كذلك يتم تقييم هذا المعيار بسؤال مسؤول مكافحة العدوى: هل يتوفر جل كحولي مثلا أو كمام جراحي؟ هل لديهم قفازات؟ هل لديهم نفايات طبية؟ المعيار الثاني تخصيص موارد الكافية لقسم مكافحة العدوى مثل المكاتب والإنترنت أو وسائل الاتصال الأخرى. يتم تقييم هذا المعيار عن طريق المراقبة كالتأكد من ضرورة وجود مكتب مستقل بجميع احتياجات العمل كالإنترنت والملف مكان لجمع الملفات والطابعة مثلا على سبيل المثال. المعيار الثاني يتم تقييمه: هل يوجد موارد كافية لقسم مكافحة العدوى مثل المكاتب أو الإنترنت أو وسائل الاتصال الأخرى؟ يتم تقييم هذا المعيار عن طريق المراقبة بالتأكد من ضرورة وجود مكتب مستقل بجميع احتياجات العمل كالطابعة ومكان جمع الملفات والإنترنت والكمبيوتر. المعيار الثالث إعطاء الصلاحيات الكاملة لتنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة العدوى. يتم تقييم هذا المعيار عن طريق المستندات وعن طريق السؤال الموارث. بالنسبة للمستندات، كوجود سياسات محددة شاملة لجميع الأقسام ومعتمدة من المدير الطبي والمدير العام بالمنشأة. سؤال المسؤول مكافحة العدوى عن آلية مثلاً عن آلية عمل السياسات والصلاحيات الممنوحة من قبل إدارة المركز، أو عن طريق المتابعة المستمرة بآخر التحديثات من المراجع المعتمدة. يتم تقييم هذا المعيار مثلاً إذا موجود في سياسة محددة بآخر سنة يأخذ التقييم 2، إذا في سياسة لكن غير محددة يأخذ التقييم 1، عدم وجود السياسة راح يكون تقييم 0. المعيار الرابع يتم مشاركة قسم مكافحة العدوى في حالة الاستعانة بالخدمات الطبية المساندة من خارج المنشأة مثل غسيل الملابس أو خدمات التغذية. يتم تقييم هذا المعيار عن طريق المستندات مثل وجود سياسة مدونة ومحددة للمغاسل وخدمات التغذية. المعيار الخامس يقدم مشرف قسم مكافحة العدوى تقارير مباشرة إلى أعلى سلطة إدارية كمدير المركز أو مدير الطبي للمنشأة. يتم تقييم هذا المعيار عن طريق مراجعة الملف الخاص بالتقارير. المعيار السادس يكون منسق برنامج مكافحة العدوى بالمنشأة مدرب على سياسات مكافحة العدوى تدريبا موثقا. يتم تقييم هذا المعيار عن طريق المستندات وسؤال الممارس. المستندات كوجود ملف تدريب موثق فيه الأنشطة التدريبية بالتواريخ وسؤال الممارس عن المعرفة والمهارات المكتسبة من حضور الدورات. المعيار السابع وجود لجنة مكافحة العدوى مكونة من أعضاء محددين ولها اجتماع دوري. يتم تقييم هذا المعيار عن طريق المستندات كوجود قائمة بأعضاء لجنة مكافحة العدوى مثل المدير الطبي ومنسق مكافحة العدوى ومدير المنشأة وفريق مكافحة العدوى ومراجعة محاضر الاجتماعات الدورية. معيار الثامن توفر سياسات محددة لمكافحة العدوى تلائم مع نطاق عمل المنشأة ويتم تطبيقها وسهلة الوصول لجميع العاملين.
يتم تقييم هذا المعيار عن طريق المستندات وسؤال الممارس الصحي. المستندات كوجود ملف للسياسات موزع لجميع الأقسام. السؤال الممارس الصحي مثل عن مكان وجود السياسة، لازم يكون مكان واضح متعارف عليه ويكون موجود في جميع أقسام المنشأة. المعيار التاسع وجود برنامج لمكافحة العدوى مبني على مصادر علمية موثوقة ويتم تطبيقه. يتم تقييم هذا المعيار عن طريق المستندات كمراجعة سياسة برنامج مكافحة العدوى بالمنشأة، ويكون مبني على مراجع معتمدة. المراجع المعتمدة مثل WHO أو الإبك أو GCC. المعيار العاشر، تتوفر سياسة لمكافحة عدوى جائحة كوفيد-19 ويتم تطبيقها وسهلة الوصول لجميع العاملين. يتم تقييم هذا المعيار عن طريق المستندات وسؤال الممارس الصحي. المستندات كوجود ملف للسياسة محددة لمكافحة جائحة كوفيد-19 وسؤال الممارس الصحي مثلا عن مكان السياسة وعن عزل حالة الاشتباه والحالات المؤكدة والإجراءات المتبعة عند حدوث تفشي. معيار الحادي عشر، تدريب العاملين بالمنشأة على سياسة مكافحة العدوى كنظافة الأيدي والواقيات الشخصية وتنظيف البيئة وطرق انتقال العدوى والأمراض المستجدة. يتم تقييم هذا المعيار عن طريق 3 نقاط اللي هي المستندات وسؤال الممارس والرقابة. المستندات كوجود ملف التدريب يحوي أنشطة التدريب كحضور دورات عن أساسيات مكافحة العدوى. سؤال الممارس على سبيل المثال عن مدة غسل الأيدي بالصابون أو تعقيمها بالجل الكحولي. الرقابة كطريقة عمل هاند هايجين مثلا أو طريقة عمل الدونينج والدوفينج للبي بي إي. طريقة عمل الهاند هايجين كما هو موضح عندكم بالصورة في الخطوات. إذا نكون خلصنا طريقة تقييم المعيار الأول.